معادنا الخميس في ختام الحلقة دايما بتبقى مسك الختام، فقرة صندوق الدنيا، فقرة السوشيال ميديا وكل الألعاب والفيديوهات والعجائب والطرائف والمواقف والغرائب، على رأي زميلنا الإعلامي جلال علام، بصحبة دايما صديقنا العزيز الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ سامي عبد الراضي. مساء الورد والفل، كل سنة وأنت طيب. مساء الفل كبير، وكل سنة وأنت طيب، ومشاهدي النهار في مصر والعالم العربي بألف خير يا رب. عيد أضحى سعيد يا رب، وكلنا هنأجز أسبوع يا رب يبقى كله خير وسلام وبركة على المصريين جميعا إن شاء الله بإذن الله. بس ده ما يمنعش إن احنا نخش برضو على صندوق الدنيا والفلفل والبهارات بتاعتنا دايما. شايل لنا إيه النهاردة؟ بص، أنا شايل لك حاجة سخنة قوي، يعني من سخنيتها يعني داخل بقى الاستوديو بالعافية. والله يعني هي لسه بيان طالع من المكتب الفني للسيد المستشار حماده الصاوي النائب العام. بيان مهم جدا جدا جدا، ورد على الخزعبلات اللي حصلت طوال الفتره اللي فاتت. يعني الفتره أكيد اللي فاتت عن مقتل شماء جمال، احسنت، صح صح. طوال الفتره اللي فاتت الناس تقول لك اشمعنى ما حدش هيتكلم عن قصه شماء، ليه ما حدش جاب سيره المتهم، عشان شغال كذا وعشان شغال كذا وعشان شغال كذا. مظبوط، واخد بالك؟ فكان لغط شديد وانتقاد شديد، لكن النيابه بتتعامل بحكمه علشان تحافظ على سير وسرية التحقيقات، وعشان تطلع لنا نتيجة. هي بتعامل برضو الرأي العام من حقه يعرف، صح. ومن المنطلق ده طلعوا بيان من شوية، بيان أنا شايف إن هو تفصيلي، قال كل حاجة، كشف الأسرار. يمكن السؤال اللي كان موجود طوال الأيام اللي فاتت، إيه السبب في قتل شيماء جمال، وإيه السبب في البشاعة اللي حصلة في القصة؟ صح. يمكن كان كل الكلام بيتردد الكلام على لسان أسرتها مرة، على لسان أصدقائها مرة. وقبل ما تخش على تفاصيل اللي ذكرت في البيان، عشان النقطة اللي حضرتك ذكرتها بتاعت المقارنة، وكان دايما يقول لك لما قصة ميرا أشرف خلصت أسرع. صح. البيان اللي طلع كمان من النيابة العامة من 3 أيام كان في وقته جدا، لما قال يا جماعة في القضاء مفيش حاجة اسمها شبه بعضها، صح. وإن ما دام حادثتين حصلوا في نفس الوقت يبقى يخلصوا في نفس الوقت، صح. كل قضية ليها سير تحقيقات وليها ظروفها وليها ملابساتها. مظبوط. انتوا اللي يهمكوا النتيجة انها تبقى بتحقق العدالة. والنتيجة النهاردة، يعني انا بتكلم برضو في ظرف 8 ايام او اقل، المتهم قدام محكمة الجنايات. صحيح، واخد بال حضرتك؟ خلاص تم الإحالة النهاردة، احيل النهاردة. تمام. رقم واحد، الناس كانت بتسأل ليه قتلها، فالسبب اللي واضح من بيان النيابة العامة انها هددته بافشاء اسرار بينهم وساومته على السكوت بطلب مبالغ ماليه لزوجها. تمام. فالمهم، هو اتفق مع صديق عمره اللي هو المتهم الثاني اللي عارفه من 12 سنه، اتفقوا ان هم يخلصوا عليه. في الاول اجروا شقه طبعا، فهم الاثنين شغالين بدماغ المجرمين، مش بدماغ صاحب الشركه اللي هو الشريك، ولا بدماغ القاضي. فكر اللي هو إجرامي، فكر اجرامي من طراز فريد. قال لك لو جبناها في شقه الناس هتسمع صوتها من تحت ومن فوق. تمام. طب ايه الحل؟ قال له الحل ان احنا نشوف مكان كده زراعي، فيلا، ونخلص فيها. وده اللي حصل. اجروا فيلا في بدايه الشهر، بدايه يونيو، وبعد كده قال لها تعالي معايا انا هصالحك وهجيب لك فيلا تعيشي فيها وبتاع. اول ما راحوا حسب بيان النيابه طلع السلاح بتاعه وادها 3 ضربات فوق دماغها، اختل توازنها. مين؟ زوجها ولا زوجها؟ زوجها. ضربها ب3 ضربات فوق دماغها، اغمى، وقعت على الارض، طلع فوقها وفضل بايديه وبشال يخنق فيها. في اللحظه دي الشريك ساعده في احكام السيطره على شيماء عليها رحمه الله، كتفها له البلد كده. كتفها له. لكن حصل بعد كده تطور. ده الكلام ده كله جاي في بيان النيابه، بيان بالواقع النيابة والتفاصيل نصا. تمام. اللي جاي اسخن من ده شويه وارخم. بعد ما قتلوا كده راحوا مكتفينها بالجنازير. طب انت واحد خلاص مات، انت مكتفه ليه بالجنازير؟ صحيح. بعد كده كانوا حفرين حفره كبيره قبر، وسحبوا بالسلاسل دي عليها رحمة الله شيماء لحد ما اترمت جوه الحفرة دي. سكتوا ما سكتوش، كانوا جايبين معاهم مية نار. ايه ده؟ وراح بشاعة ما حصلتش، وغرقوا وشها وجسمها علشان خاطر
تشويه المعالم ومحدش يتعرف عليها. وده خلي بالك ده اللي عطل دفن شيماء 8 ايام كامله. يعني هم استخرجوا الجثمان يوم الاثنين ودفنت الاثنين اللي بعده. تمام، واخد بال حضرتك؟ يعني اتدفنت بعد 8 ايام على بال ما اتعمل دي ان ايه. هنا كان في شويه لغط وشويه هيصه حاصله بقى على فكره ان المتهم الثاني اللي هو الشريك قال لك ده شاهد وده راح بلغ، وازاي الشاهد يتحبس؟ فالنيابه راحت مطلعه بيان، يا اخوانا مش شاهد يا اساتذه، ده مش شاهد، ده شريك. صحيح، ده شريك وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. والنهارده من واقع التحقيقات لما حصل استجواب للاثنين ثبت ان هو متهم فاعل واصيل في القضيه. خليني اقول لك على معلومات ثانيه انا حصلت عليها في هذا الملف بعيد عن حتى البيان. البيان دايما بيبقى مديك كل المعلومات وايضا مقتضب وسهل. تمام. الشاهد ده قيل ان هو اسرته قالت ان هو اتحجز في الاوضه علشان خاطر ما يبلغش وعشان خاطر تحت تهديد. الكاميرات جابتهم وهما الاثنين طالعين من البدرشين ورا بعض كل واحد في عربيته. يا نهار ابيض، دي رقم واحد. رقم اثنين، هما كان ليهم كافيه شهير في المهندسين بيقعدوا عليه. تاني يوم الجريمه، الجريمه كانت يوم الاثنين 20 يونيو. نفس اليوم اللي اتقتل فيه نيره. ايوه. يوم 21 اللي هو الثلاث، هما الاثنين دخلوا الكافيه ورا بعض بمعدل الفارق الزمني ما بين الاثنين 3 دقائق. وكان معاهم كيس اسود، هذا الكيس فيه متحصلات الجريمه، الذهب بتاع البنوته الله يرحمها شيماء. واخد بال حضرتك؟ يعني اتوعدوا واتقابلوا تاني يوم الجريمه. طبعا دي رقم اثنين. رقم ثلاثه، من دقه الشغل في القصه، دقة شغل المباحث ودقة عمل النيابة العامة، جابوا فيديو للمتهم الثاني وهو بيشتري مية نار من المحل، وجابوا فيديو للمتهم برضه وهو بيشتري، عارف أدوات الحفر؟ وهو بيشتريها، وجابوا فيديو وهو بيشتري الجنازير والسلاسل. علشان تبقى ثابتة. تمام. يمكن في جزئيه مهمه جدا في البيان اشار ليها، اشير ليها، فكره نسخ قضيه منفصله عن الجريمه، جريمه القتل. بمعنى في اتهامات موجهه للقاضي المرفوع عنه حصنته اللي هو المتهم الرئيسي في القضيه، ان هو في اتهامات ليه بره القتل، بره جريمه القتل. اللي هي الشيء اللي هي كانت بتساومه عليه شيماء الله يرحمها. الله عليك. صح. فالنيابه عشان ما يحصلش لخبطه، بس خلينا نشرحها دي عشان ممكن تكون بس متداخله شويه. القصه كما ورد في بيان النيابه النهارده وزي ما قال هنا الاستاذ سامي، انه شيماء كانت زوجة هذا الرجل الذي يعمل في احدى الجهات القضائيه، ورفعت عنه الحصانه طبعا بعد اتهامه بهذه الواقعه المشينه. من الواضح انه هو وشريكه ده كانوا بيعملوا حاجة مش مظبوطة. صح. وفقا لكلام بتاع البيان بيعملوا حاجة مش مظبوطة، عرفتها شيماء الله يرحمها، فابتدت تساومه وتقول له انا هبلغ عنك او هقفشي هذا الكلام لو ما ادتنيش مبلغ مالي كبير. فواضح انه كان قلقان من هذا الشيء، فاتفق مع شريكه او صديقه او صديق عمره انه يتخلصوا منها كتما للسر. احسنت. تمام. فدلوقتي بقى هيفتح تحقيق في القضيه الفرعيه. هم كانوا بيعملوا ايه؟ قضيه القتل خلاص اوراقها هتصل الى محكمه الاستئناف، ومحكمه الاستئناف هتحدد جلسه لمحاكمه محكمه الجنايات. محكمه الاستئناف هي اللي هتحدد لمحكمه الجنايات. محكمه الاستئناف هي الام. ايوه صح. فبتحدد للجنايات الجميله دي كده وبعد كده. صح مظبوط. هتجيبك. وبرضو عشان ردا بقى على الشائعات اللي كانت بتقول ان القضيه هتترمخ والقضيه هتتسوف وكذا، طبعا بعيدا عن قضيه نيره اشرف، انت قلت الواقعه بتاعت القتل حصلت يوم كام؟ يوم 20 يونيو 20/6. النهارده 7/7. يعني 17 يوم. يعني في ظل المثيلات العاديه دي قضيه سريعه. لا خلي بالك، احنا ما عرفناش اي معلومه عن قصه شيماء جمال غير يوم الاثنين اللي بعد الجريمه. ايوه صح مظبوط. اللي هو يوم 27 او 8، يوم 27. يوم 20 ده اختفاء بس. اختفاء، لكن يوم 27 احسنت اللي هو يوم الاثنين احنا عرفنا، فاحنا بنتكلم في 3 ايام وادي 10 ايام. فده انجاز. فده رد على كل الكلام بتاع دي طبعا دي الطرمخه. دي العداله الناجزه اللي عملتها النيابه العامه. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، في اول سطر النيابه قالت ايه؟ قالت انه
فلان الفلاني قالت اسمه ايمن حجاج عضو في احدى الهيئات القضائيه. مظبوط. عشان ما حدش يقول لك ما قلتوش ليه صح. شغلانه صح. المتهم خلاص شغلانه والفعل المتهم الفعل الفردي لا يشين الكيان نهائيا فعل. يا نهائياً. ما في دكتور هل كل الدكاتره لا طبعاً. اعلامي كل الاعلاميين لا طبعا مؤسسه فيها 12 او 13 او 15 الف قاضي على مستوى مصر الفعل الفردي واخد بالك يشين صاحبه يشين صاحبه وبيضر صاحبه وهو صاحبه واسرته ربنا يكون في عونهم طبعاً. ربنا يكون في عون زوجته وابنائه. انا عارف ان ابنه توفى في حادث برضو ابن المتهم ربنا يرحمه واخد بال حضرتك فهو ربنا معاه هو اللي اختار هذا الطريق صح. فهو يدفع الثمن و ده هي زوجته كمان زوجته الاصليه بقى لا مش الاصليه هو النسخه ما فيش يعني زوجته الاولى زوجته الاولى زوجته الاولى لانه شيماء كانت الزوجه الثانيه مظبوط طبعا وضعها صعب الحقيقه طبعا. لانه اولا عرفت انها بقى له 7 سنين متجوز عليها رقم 2 بس هو هو الراجل كان كاتب رسمي فاكيد عارفه يعني مش عارف او دي ما تخصها يعني مش عارف. دي مش, عارف. مش هتفرق كتير لا ده انا بقول ان وضعها صعب يعني انا متعاطف مع الزوجه طبعا هي غلبانه يعني ربنا يتولاها تمام لكن الموضوع مش كده خالص الموضوع ان هو كان كاتب رسمي على شيماء على شيماء واسرتها قالت وهو قال وفي الورق باين وفي الورقه اللي طلعت اللي هي عقد الجواز كان باين ان هو رسمي من 2019 لكن شيماء ربنا يرحمها ربنا ماتت يرحمها بشكل طبعا. بشع جدا بشكل فظيع جدا يمكن احنا كنا بنلوم يا استاذ تامر على فكره ان الولد اللي قتل نيره او قاتل نيره ازاي عنده عمل كده وازاي ضربها بسكين وازاي نحر رقبتها ده الناحيه الثانيه ده دي جريمه مدبره بحبكه فظيعه ده 21 سنه لكن الاثنين دول واحد فيهم 48 سنه وواحد 51 سنه فدول في قمه الرزانه وقمه العقل انت خلاص انت بتهددك اسكت و ما ده برضو يقول لك انه اخره الغلط كده ما هو طالما بيعملوا حاجه غلط واخره الغلط لازم في النهايه هتجرجرك لسلسله لا متناهيه من الجرائم بس يعني. فيبقى التخطيط للجريمه ده لو واحد مسجل خطر ما يخططش كده أيوة واخد بالك يستدرج ويأجر فيلا ويفتح قبر ويجيب سلاسل ويجيب ميه نار ويدفن عافية. ويشوه ويهرب خلاص يا سمسم خلاص ربنا يعافينا وياخدوا جزاءهم بقى الله يرحمها هنروح لموضوع تاني بص عمنا الراجل الجميل فريد الديب ده رئيس قسم امال في مصر عمل شو مرعب بقاله يومين تمام صحيح قضيه نيره كانت ايه على حنين كده شويه اسرتها تتكلم شويه ترد على واحده اسمها منى بيلطشوا في بعض تمام في محامي طلع كده في النص قال لك ايه يلا نلف من فلوس يا عم تلم فلوس لقاتل ما بينفعش غير في حاله القتل الخطا يعني الديه لا مزبوط. ما بتتصرفش او ما بتروحش او ما ينفعش غير القتل الخطا طلع الاستاذ فريد الديب ربنا يديه الصحه قال لك انا هدافع عن مين عن القاتل وليس المتهم تمام وقال لك انا هحدد مصيري وموقفي بعد الحكم والحكم كان امبارح زي ما حضرتك عرضت وشفت وعلقت امبارح هو دخل من هنا وقال لك انا هروح وظهر او تبين ان في رجل اعمال عربي ده غير السوري ايوه واخد بالك حد عربي كده لذيذ شريك واحد مصري الذ كلمه الاستاذ فريد وبعت له ناس يلا يا عم فريد ايه انت هتدافع عن الوضع احنا متعاطفين معاه تمام والاستاذ فريد قال لك انا مش هاخد فلوس هو قال مش هياخد هو قال كده فعلا هو قال لكن هياخد او مش هياخد هو صاحب القرار الله اعلم ممكن هو ماشي في الطريق ممكن هو ماشي في الطريق كده يغير رايه هو حر برضه الله اعلم ده شغل الله ده شغل واخد بالك لكن هو قدر حقيقي الاستاذ فريد الديب انه يسحب الترند من الكل ان هو يعلي السقف للاخر صحيح تمام صحيح يتساب ما تسابش امبارح لقيت الدكتور صلاح حسب الله وده محامي شهير الدكتور صلاح طبعا معروف اعلن ان هو والاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هيدافعوا عن نيره اشرف مقابل تصدي فريد الديب للدفاع عن القاتل خلصت القصه هنا ما خلصتش النهارده الاستاذ الكبير بهاء ابو شقه قال لك انا برضو ايه انا جاي معاكم معقوله تمام فواضح كده ان ايه فيه شو جامد بعيد عن شغل المحكمه صحيح يعني فريد الديب واستاذ مرتضى منصور حتى انا وانا بقلب النهارده في ارشيف في الارشيف للاستاذ فريد والاستاذ مرتضى
وليهم كل الاحترام، لقيت فيديو حضرتك طرف فيه وخناقه ما بينه هما الاثنين وانت قدرتها، ما اعرفش انت فاكر في البيت بيتك؟ في البيت بيتك. يا نهار ابيض. وكنت حضرتك لسه صغير، كنت صغير قوي، صغير كنت لسه 30 لكن 30 سنه ساعتها. الكلام ده من 16 سنه، من 16 سنه معقوله؟ من 16 سنه، سنه 2006. يا خبر ابيض. بيت بيتك 2006. الخلاف اللي كان ما بين الاستاذ مرتضى منصور و فريد الديب، الاستاذ فريد الديب والدكتور حسن مصطفى. حسن مصطفى رئيس اتحاد الرياضه. كان الدكتور حسن مصطفى وفريد الديب عندي في الاستوديو، والاستاذ مرتضى منصور على التليفون. لفت نظري حاجه بس انا ممكن هقولها. اتفضل. ان حضرتك قدرت رغم التراشق ورغم السخونيه ان انت تسيطر وتقول للمخرج زميلنا وصديقنا عماد الغول، يا عماد اقفل، لان جمهور البيت بيتك لا انا بعتذر له، ما ينفعش يسمع نكمل هذا التراشق، هذا التراشق. صحيح. اللي كان تراشق سيء. صحيح. المهم هنرجع طبعا، بحييك. هنرجع لفريد والاستاذ فريد والاستاذ مرتضى. هل لمرتضى منصور دور في القضية؟ ده مش هيكون له دور غير في حالة واحدة بس، في حالة ان محكمة النقض تقبل الطعن، تقبل الطعن وتبدأ المحاكمة من جديد. هنا يظهر دور الاستاذ مرتضى ودور الدكتور صلاح حسب الله ودور بهاء ابو شقه، الاستاذ بهاء لو هو فعلا دخل وكان في جدية. وهو الاستاذ فريد امبارح قال انه انا هو هيستنى لحد ما محكمة جنايات المنصورة تودع حيثياتها خلال 30 يوم ويطلع عليها ثم يكتب المذكرة. صح. المذكرة دي ما قالها محكمة النقض، تطلع على المذكرة لو رأت ان فيها ما يستدعي نقد الحكم الاول باعدام المتهم واعادة المحاكمة هتعمل كده. صح. ساعتها تبدأ القصة بقى اللي بيقول عليها الاستاذ سامي. صح. وهجمة المحامين على القضية، هجمة المحامين على للأسف على التورته دي، على القضية دي. خلينا اقول لك حاجة مهمة جدا. فضل. يمكن الناس وبعض من الاصدقاء المحاميين قالوا ايه؟ قالوا ان القاضي افصح عن نيته لما اتكلم في يوم جلسه احاله المتهم للمفتي، احاله اوراقه للمفتي. قال لك ان هو افصح ان هو هيعدمه، واخد بالك؟ يمكن الرد على ده بكلمه صغيره جدا، يعني هو لما بعت الخطاب للمفتي هل بيقول للمفتي تعالى شرفنا في المحكمه انا عايزك؟ لا ده بيقول له احنا القضيه رقم كذا، المتهم فيها كذا، قتل فلان الفلاني يوم كذا، احنا كهيئه محكمه راينا انه الاعدام هو الحكم، فحضرتك نسالك عن رايك، حضرتك رايك الشرعي ايه؟ فهو ما هو كده بكلمه اختار المفتي او مخاطبه المفتي هو حكم بالاعدام، هو حكم بالاعدام، لان ما فيش قضيه في تاريخ مصر من بدايه المحاكمات وحتى الخميس الصبح ما فيش قضيه احيلت اوراقها للمفتي وما اتحكمش على المتهم في الجلسه اللي بعدها بالاعدام. ده كلام مظبوط. عشان بس الناس تبطل هاري ولت، والقضيه قد تنتهي، وانا بقول لحضرتك سجل هذا الكلام. قد تنتهي في الجلسه الاولى بمحكمه النقض. ممكن تخلص محكمه النقض تقول لك نؤيد حكم الاعدام الصادر لمحكمه جنايات المنصور، او نرفض الطعن المقدم. خلصت، يلا روح بيتك يا استاذ فريد، نورتنا يا استاذ مرتضى، نورتنا يا دكتور صلاح حسب الله، نورتنا يا جماعه كلكم، ايه نورتونا وخلصت الليلة. وقد يكون في تصرف تاني اللي انا قلته لحضرتك، قد يقبل الطعن وبعدها هنا يعني المحكمة طبعا وشأنها. كل حرية وشأنها، ودي المحكمة قصة القانونيين، لكن في النهاية يعني احنا لا يرضينا الا الجزاء العادل طبعا. انا بعتذر لك ان احنا عكننا على الناس، احنا ما تعودناش نعكنن على جمهورك. معلش بس معلش. حتى العكننا في طياتها احقاق للحق يعني. صحيح. يعني انا سعيد النهارده انه المتهمين في قضيه شيماء جمال بيحالوا هم للمحاكمه وكل تفاصيل القصه ظهرت، فهياخدوا جزائهم طبعا. وسعيد كمان ان محاكمه نيلة اشرف عشان تبرد نار اهلها يعني. مظبوط. عندنا قضاء مصري حقيقي محترم، نزيه ومحترم، وعندنا عداله ناجزه بكل ما تحمله الكلمه. صح. صح. من معنى ونفسنا، وعشان يبقى كلامنا حتى احنا عندنا عداله ناجزه في القضايا اللي زي ما كده وضحت، ويعني زي ما بيقولوا كده طلعت كل اسرارها مره واحده، ونفسنا يا رب كل القضايا يبقى فيها هذه العداله الناجزه وهذه السرعه. بيحصل. حد يكره؟ لا بيحصل، حد يعني يكره؟ بيحصل. يمكن حضرتك بتتابع ما يصدر عن المكتب الفني للنائب العام من بيانات. صحيح. بيكون القضيه بقى لها اربع خمس ايام، ست ايام، اسبوع، وبتحال اوراقها. ليه؟ لان فيه سيستم، فيه شغل حاصل. لا انا بتكلم على المحكمه يا استاذ سامي،
لان انا حابب اشفق على الساده القضاه طبعا. يعني من تراكم القضايا الاعلامي احنا بنروح للقضاء القضاء كتير يعني بنروح فعلا بنشوف المحكمه الدايره الواحده الرول فيه مش عارف 700 و800 قضيه اليوم الواحد. كتر خيرهم كتر خيرهم انهي بشر اللي يتحمل ده؟ لا ما حدش يتحمل ده كتر خيرهم. وارجو انه السيستم التقاضي كمان هو اللي يتظبط بحيث انه تخف القصه ساعتها هيقدروا يعملوا العداله الناجزه دي بمنتهى السرعه. نتمنى ان في السنين اللي جايه الوضع يتغير لان احنا بندور على عداله ناجزه. صحيح. بندور على عدم التراكم في القضايا. مزبوط. بشكل في اجتهاد كبير ولكن ما فيش نتيجه حتى الان. واللي يروح المحاكم بيشوف بلاوي ويشوف قضايا ملهاش مثيل. بعتذر طبعا للمشاهدين ان احنا خفف لنا بقى شويه عشان احنا خلاص وقتنا بيخلص فخلينا نخفف خلاص. سنه احنا نروح فرح. انا عازمك على فرح. يلا بينا. عازمك على فرح في وانا لابس ابيض ابيض اهو جاهز العريس فرح كان بطله واحد اسمه ابو حربي. ابو حربي ده استمر لما الفيديو ده انتشر كل الناس في مصر تمنت انها تبقى حاجتين إيه؟ يا تبقى ابو حربي يا تبقى صاحب ابو حربي. اشمعنى ابو حربي ده غرق فلوس؟ ما اعرفش انس مجهز ده الفيديو ولا لا. ورينا فيديو يا عم انس ورينا. صلى على النبي كل دي نقطه. ده ابو حربي لم كتير. اللهم لم كتير. صلى على النبي. ده ايه ده؟ القصه دي يعني عشان وقتنا يمكن. ابو حربي ده من الحمول في كفر الشيخ وهو تاجر والناس اللي حواليه دول تجار وفي زي جمعيه كده فاكر فيلم الفرح. بس هو كشكول يجي كل واحد لازم يطلع اللي في الاجنده الصفراء. يطلع في الاجنده اللي انت قفشته قبل كده. اللي خدته بط هيطلع عليك وز هتحطه فوق دماغ ابو حربي. يا خبر ابيض. واخد بالك؟ فكل الفلوس دي اللي خدها ابو حربي الناس حسدت ابو حربي. ولكن ابو حربي يا اما دفعها في وقت قبل أكيد كده. اكيد يا اما هيدفعها غصب عنه. صح. في الفرح اللي جاي. هي اجنده ودايره يا استاذ سامي. هي اجنده ودايره وكل سلف ودين. جمعيه ودايره. جمعيه ودايره. فابو حربي مش مليونير زي ما الناس ظنت. طب انا بقى خليني اقول لك انا حاجه حلوه بقى نختم بيها. قول لي يا حبيبي. بما اني توقفت عندها امبارح بشكل انت عارف طبعا الافيهات اللي بتطلع على السوشيال ميديا كل ما تحصل حرب في بلد يطلع يقول لك بس احنا مستنيين اللاجئات بتوع البلد دي. ما شاء عارف الله ما شاء الله عليهم. ده الافيه ده. الهزار تحول الى حقيقه. لاجئه اوكرانيه. انت عارف اوكرانيا والحرب دلوقتي والتدمير اللي حصل في كتير من المدن ففي كتير من الاوكرانيات هاجروا من اوكرانيا وراحوا. لاجئه اوكرانيه راحت انجلترا. تمام. حلو. وراحت لهيئه كده بتاعت لاجئين يعني. فقامت موزعاها على احدى الاسر. تمام. حلو. اسره بريطانيه من زوج وزوجه وبنتين. حلو. قالوا لهم تستضيفوا لاجئه اوكرانيه عشان كذا كذا؟ قالوا لها نستضيف لوجه الله عشان ربنا. وهي عندهم الديل ده كده. الهيئه مرتبطه مع بعض الاسر والاسره وافقت. اللاجئه الاوكرانيه راحت في عند الاسره البريطانيه من الزوج والزوجه والبنتين وقعدت معاهم يوم 2 3 4 10 ايام. اليوم العاشر حصل ايه؟ حصل ايه؟ الزوج خد اللاجئه وهربوا. مش هل راح يحارب؟ لا راح يتجوزها. ما راحش يدافع عن اوكرانيا؟ لا. امال راح يعمل ايه؟ صورتهم اهي. الله. الزوج البريطاني مع اللاجئه الاوكرانيه هربوا وحصل بينهم قصه حب فساب زوجته وبناته وهرب مع اللاجئه الاوكرانيه. بس حقه يهرب؟ انا مراتي بتتفرج فمش عارف ارد. لا طبعا. ازاي يعمل كده؟ صعب يا رب. دي القديمه. دي زوجته ال ده بيرجع كده للجديده. قول انت بقى. قول انت بقى. ربنا معاه يا رب. ربنا معاه وربنا مع الناس كلها. طبعا احنا قلبنا متقطع على الاوكرانيين والاوكرانيات عشان اللي بيحصل لهم. لكن برضه بتقطع اكتر مننا. لكن خراب البيوت وحش يا سمسم.
خراب البيوت وحش يا سمسم، وكل واحد يرضى بنصيبه واسمته. كل سنه وانت بس تاني. ايوه كده، بارك الله فيك. طيب. اظبط العلقمه طيب عشان عندنا الحكومه مروحين لها. كل سنه وانت طيب. شرفت ونورت، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك يا رب وعلى المصريين كلهم. كل سنه وحضرتك طيب، وكل المصريين بخير، وكل مشاهدي برنامجك الجميل بألف خير يا رب. ربنا يخليك. خلصت فقرتنا، وخلص اسبوعنا، وخلص سيزون كمان بتاعنا. من بكره اجازه من برنامج اخر النهار، الاجازه هتستمر اعتقد اسبوع. بدايه الاسبوع الجديد هيلتقيكم الزميل العزيز دكتور الباز، ونبدا موسم جديد ورحله جديده ان شاء الله على خير من اخر النهار. سيبكم مع اجازه عيد، وبكره الوقفه. وبمناسبه الوقفه هنذيع لحضراتكم دلوقتي تقرير بتاع وزاره الداخليه. بعثه الداخليه في الحج عامله الحقيقه تيسيرات ولا اعلى. رئيس بعثة الحج في وزارة الداخلية سيادة اللواء عامل شغل ممتاز جدا على مستوى تجهيزات على مدار الأيام، والنهاردة في استقبال الحجيج في يوم التروية، وبعد كده إن شاء الله طالعين على عرفات ثم أيام التشريق. ربنا يتقبل منهم إن شاء الله، ويلحقنا بهم إن شاء الله السنة الجاية على صعيد عرفة. كل التحية طبعا لبعثة القرعة وبعثة الداخلية، لأن الحقيقة خدمة الحجيج شرف لا يضاهيه شرف. كل سنة وانتم طيبين. الله عليك. أفواج الحجيج تتوجه إلى عرفات الله بوجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، حناجرهم ترتفع بالتلبية، يتزينون بملابس الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. منذ صباح يوم التروية بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها إلى عرفات وفقا لخطط التصعيد الموضوعة، فقد تم التنبيه على الحجاج بالنزول وفقا لطوابق إقامتهم بالفندق وفي توقيتات محددة وفقا للضوابط التنظيمية. الحمد لله احنا في صحة جيدة وفرحانين بوقفة عرفة. والله شعوري انا الدنيا كلها مساعاني، وفرحان فرحان فرحان. شرعة ربنا الله يبارك له كل القائمين على هذا العمل. يتم تصعيد الحجاج في حافلات مجهزة لتوفير الراحة للحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر، مع الالتزام بوجود مرشد بكل حافلة لتوجيهها إلى المسارات الصحيحة إلى المخيمات. والله أحسن شعور عمري ما هشوفه، ولا يعني ربنا يجدرنا نشوفه تاني وتالت ورابع وخامس، ويوعد الجميع يا رب في مصر، ويجعل في مصر في عماد دايما. وأحسن حاجة شفناها السنة دي في الاهتمام بالحج في الاتوبيس وفي السكن وفي التغذيه وفي كل حاجه. التنظيم على اعلى مستوى، الخدمات على اعلى مستوى، اللي كانوا جايبين لنا الناس اللي هم الشيوخ اللي من وزاره الاوقاف، كل الاجابات بحمد الله متيسره، وكل ما نطلبه متيسر لينا وفوق، يعني ممتاز جدا جدا، ودي شهاده لله الحمد لله. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. الفرحة والارتياح كبير بين أوساط الحجاج للتصعيد لعرفات، وبالاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج في سهولة ويسر. يا رب يجعلها حجة مقبولة لوجه الكريم، خالصة لوجه الكريم. نذكر كل الداخلية بجد عملوا مجهود جبار جبار جبار، الله يبارك لهم ويوعدهم ويرزقهم التوفيق والسداد ويسدد خطاهم يا رب. الحمد لله الخدمات كانت كويسة في المدينة وفي مكة، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. نتوجه بالشكر والتقدير للبعثة المصرية اللي موفرة كل حاجة وميسر الامر كله للحجاج. الحمد لله الخدمات حلوه وكل حاجه حلوه وكل حاجه يعني على اكمل وجه. اكثر من 6400 حاج هم حجاج القرعه، يعمل ضباط وافراد بعثه حج القرعه على خدمتهم وراحتهم في اقامتهم وتنقلاتهم وادائهم للمناسك حتى يعودوا الى ارض الوطن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.